واغفر لمن تلاه يا لطيف داوي وحافي حالنا الضعيف. قد صاغ الله رحمة وشرف به الهيئة البشرية فسجدت من أجله لآدم الملائك السماوية. وكان له به العلم والإفهام فأعجز الملائكة الكرام وصار خليفة الله في المملكة الأرضية. ولهذا صح عند أحمد الإمام بسند مروي تمام: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، فقد سبق في النبوة الولد وسبق النور الجسد. وتلك من كبريات الخصائص النبوية. ولما تلألأ ذلك النور من البطون للظهور وبدا في ظهر آدم فراحت الأملاك تسير خلفه هناك. ففزع آدم مشتاقا إليه يقول يرون النور العجيب وولدي الحبيب ويحرم منه الوالد النجيب. فتحول النور من الجبين الشريف فساروا أمامه سيرا لطيف. فقام إلى الإله مبتهلا حتى إلى السبابة انتخلا، فلما رأى نوره صرخ بالتوحيد شاهدا: محمد محمد وأحمد. محمد رسول الله. وحصل له السوء ونال مناه وتللت مطالع الروحية وتمت له الخلافة الأرضية. يا ربي صلي على حبيبي نور الهدى وأدم صلاتك علي. يا ربي مدى المدى، يا ربي صلي على حبيبي نور الهدى وأدم صلاتك علي. واغفر لمن تلاه يا لطيف داوي وعافي حالنا الضعيف. ولما حان الموعد وبان بدر المولد ألبست الشمس حلة سندسية ونورا
وكل نساء الدنيا حملن ذكورا وآمنة في حجرتها المكية وعبد المطلب يطوف بالكعبة الحرمية فسمعت وجبة هالتها وجناح طير أبيض مستها فزال عنها الهلع وذهب عنها الوجع وجاءوها بشربة شربتها فأصابها نور عام ورأت نسوة طوال وإذ بمريم وآسية وحوريات جنة عالية وكشف الله بصرها فرأت الدنيا شرقها وغربها وأعلاما فوق الرحاب الحرمية وسمعت مناديا ينادي طوفوا به البقاع والبوادي وأنزلوه في البحار ليعرفوا القدسية صل على حبيب نور الهدى أرم صلاتك عليه يا ربي ماذا وجاء في دلائل النبوة أنها لما حملت بالحبيب كان له سر عجيب كل الدواب القرشية نطقت بالعربية حمل برسول الله إمام المملكة الكونية وهرولت وحوش البرية شرقية غربية وكذا العوالم البحرية أن أبشروا قد آن أن يولد أبو القاسم قد آن أن يولد أبو القاسم ميمونا مباركا بطلعة قمرية وظل في بطن أمه 9 أشهر هلالية لم تشك له ألما ولا موجعا فما جاء في السيرة الشامية لأنه
ولد نور وخرج معه نور. أضاء المشارق والمغارب وقع على يديه قابضا على التراب غالب. رفع رأسه إلى المنازل القدسية مطهراً مكحولاً مختوناً كاملاً مكملاً مشرفاً للعوالم الإنسانية مطهراً مكحولاً مختوناً كاملاً مكملاً كاملاً مكملاً مشرفاً للعوالم الإنسانية درة قبل الوجود تلألأت والكون في عمى العمى الروحاني. الله الله يا أحمد الأزل القديم ولم تزل. الله الله يا أحمد الأزل الله الله مرآة حسن المشهد النوراني. يا رب صل على النبي العدناني. الله قمر الزمان ورحمة الرحمن. الله يا كنز رحموت جمال مطرزا. الله الله بلسان فرقان الثنى الرحمن. ربي صل على النبي العدناني. الله 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 صلى عليك الله جل جلاله. الله الله فجر أنوار الضياء الرباني. يا ربي صل على النبي العدناني. نقطة الباء القديم وأشراقت. الله الله خطاب أنس المنطق الفرقان. الله من دار آمنة تلألأ للعرى. قمر يضيء بمشهد الفرقان. يا رب صل على النبي العدناني. الله الله قمر الزمان ورحماني. بدر أطل بطلعات قدسية. الله الله يهدي لنا من على من رحمان. الله الله مولود حسن من معارج حضرات. الله الله أمن من الأهوال وهو أمان. يا رب صل الله الله الزمان ورحمة الرحمن. الله الله نور تقدس بالجمال مكملا. الله الله نور تقدس
تقدس بالجمال مكملا الله الله بجلال عرفان الصفا الصمدان يا رب صل على النبي العدنان خلق لآدم حواء حوراء إنسية فلما رآها سكن إليها فنادته الملائكة لا تمسها قبل أن تمهرها بهدية ومهرها أن تصلي على خير البرية ولما حملت حواء بشيث حملت به فردا على ما صح في الأقوال المروية فطافت به الأملاك وجاءتها بالتحية وأخذ آدم على ولده الوصية أن يحفظ هذه النطفة الزكية فلا يضيعها إلا في بطن طاهرة نقية الله إلى أن وصلت إلى إبراهيم الوصية فقسم الله لإسماعيل النبي بعدما وصى إبراهيم بنيه أن يكون ذلك النور مستودعا فيه فحفظ الوصية فكان منه النسب الطاهر الشريف والسر اللطيف يا ربي صل على حبيب نور الهدى وأدم صلاتك عليه يا ربي ماذا المدى وجاءنا في السيرة المروية أنه لما انتقل نور النبي إلى بطن أمه في أول ليلة رجبية أمر الله رضوان أن يفتح الجنان والمنازل الفردوسية ونودي في العوالم أن زينوا المجامع القدسية والعوالم الجبروتية وزين القوائم العرشية لأنه الليلة مرج البحرين يلتقيان واستقر النور في بطن آمنة الزهرية فيا طوبى لها ثم يا طوبى لها اخضرت الثمار وحملت الأشجار
وكانت السنة السنية وانكسرت الأصنام وصرخت الوثنية تحية وجلال لأم المصطفى وأمينة البركات صاحبة الوفاء وقد أهدت الدنيا جمالا مكملا هدانا إلى نور مبين وأسعافا لها الفضل أن جادت علينا برحمات في عزها عاشا العوالم ومنها رحمة الورى يا ليت شعري في كمالك منصفا كيف لا أفرح بمولده والإيمان موقوف على محبته وكيف لا أحبه عوالم الوجود غرقا في محيط رحمتي وكيف لا أعظمه وآدم ومن دونه تحت لواء حضرتي وكيف لا أشتاقه وهو نور الله وأملي في شفاعتي وكيف لا أمدحه وقد تناغمت الآيات في شمائل طلعتي حبيبي سدرت الوجوه مرحبا يا حبل وصالنا بالودود مرحبا يا بحر حنان فيضان بحر علم الله الممدود الله عليك يا رسول الكمال صلى الله عليك يا رسول الكمال صلى الله بالجمال وسيمة تفردت بالجمال نعيمة تفردت بالجمال كريمة وستر الله جمالك بالجلال كمالا قسيما جناتك وردية وثناياك لولوية وعطراتك عنبرية وجناتك وردية وثناياك لؤلؤية وعطراتك عنبرية كفك ألين من الحرير الكف ألين من الحرير ووجهك أضواء من الشمس والقمر المنير داعج العينين كحلها الشهور مزجج الحواجب من غير قرن ممدود أقنى الأمر جميل الوصف كريم الكف بليغ الحرف أقنى الأنف كريم الكف جميل الوصف
بليغ حار. صلى الله عليك يا رسول الجمال، العنق سواطع في الطين، مفلج الثنايا عريض المناكب الصدرية، القلب سليم والعقل حكيم وهو النعيم. القلب سليم والعقل حكيم. والوجه نعيم طبت فخما مفخما، ملكت الكمال العلية يا حبيب الله. إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صابة، التفت جميعا بين كتفيه خاتم النبوة، وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو صلى الله عليه وسلم صدرا، أجود الناس صدرا، وأصدقهم لهجة، وألينهم معريك، وأكرمهم منشرة. ولا بعده مثله حبيبي في خير البقاع.
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. مرحبا يا خير داع، جمع البدر علينا من تنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا شد المحال.